للحديث أكثر عن المرحوم الشيخ عبد المنعم ينضم إلينا الدكتور عبد اللطيف العالم، أحد أو صديق الشيخ عبد المنعم. دكتور عبد اللطيف، السلام عليكم ومساء الخير. لو حدثتنا بكلمات عن المرحوم الشيخ عبد المنعم، عن حياته ومواقفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز، أنت والإخوة المشاهدون في قناة التناصح، هذه القناة الوفية لأهل العلم وأهل الحق وأهل الجهاد. بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا على نشر العلم والمعرفة بين ربوع الوطن الحبيب. الشيخ عبد المنعم أبو الظهير رحمه الله كان رفيق دربي وصديقي وأخي منذ كنا طلبة العلم في مراحل الأولى من الدراسة. الشيخ عبد المنعم تتلمد على يدي مشايخ منطقة أبي الأشهر حتى حيث حفظ القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية، ثم انتقل إلى المعهد الديني معهد الشيخ علي الغريان الديني، وهناك كنت أنا وهو في فصل واحد، وكنا ولله الحمد نتنافس دائما على الترتيب الأول، وكان يفوقنا ذكاء الشيخ رحمه الله، كان شعلة تتقد بالذكاء والحيوية، ومن محاسن ما من من المحاسن ومن الجميل الصفات أن الشيخ كان والده رحمه الله يأمل فيه أن يكون وعاء من أوعية العلم، لأن والد الشيخ عبد المنعم تقدمت سنه وحرم من مواصلة التعليم الجامعي، فاكتفى بحفظ القرآن الكريم في الزيطر الشيخ النفاتي رحمه الله، وكان رمزا من رموز المحاكم في ليبيا. المهم أن الشيخ النفاتي حرص على أن يكون ابنه هذا عبد المنعم حاملا لواء العلم، وفعلا قام بهذه المهمة وبر بوالديه، وكان جليسه ولصيقه الكتاب في كل وقت وحين، ولا يفوته معرض من معارض الكتب إلا ويكون أكثر من اقتنى من الكتب من هذه المعارض. كان رغم قلة ذات يده في بعض الأحيان إلا أنه لا يفوته أن يكون سخيا في من أجل شراء الكتاب، فكان رفيقا له وكان نعمة العقب من خلفه. فالشيخ لم يرزق بعقب نتيجة لإصابته بورم غريب، عفانا الله وإياكم والسامعين، منذ صغر سنه، منذ كان عمره 9 سنوات، حتى أن بعض أهل الطب قالوا بأن الشيخ لن يطول عمره، وكان ذلك في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمد في عمر الشيخ لكي ينفع به العبادة والبلاد، فعولج وشفي من هذا المرض إلى قدر معين من الزمن، ثم عاد له في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، ثم عاد إلى إيطاليا الشيخ وعالج هناك، والحمد لله عفي من جديد. ولكن له أمراض كثيرة الشيخ تزامنت على جسده، منها عفا الله وإياكم الضغط والسكري وغير ذلك، وله الدوالي وله الصمام القلب، وحتى حيث أنه عمل قسطرة وعمل دعامات وغير ذلك. كان هذا الرجل للأمانة كان يصدح بالحق في كل وقت وحين، كان يأمل أن يقضي الله على الشر وعلى أهله والفساد وأهله، كان لا يهاب من أحد، حتى أننا كنا نتمنى أن نكون مثله في قول الحق، خاصة وخاصة حينما اقترب طاغية العصر حفتر وجنوده الأشرار، ووصلوا حتى قام مشارف مدينة طرابلس، وهو يعلم أنه إن دخلوها ستكون نهاية أليمة على أيدي هؤلاء البغاة، إلا أن الشيخ كان يقول ذلك لوجه الله، لا يخاف في الله لومة لائم، فكان يدعو بنصرة أهل الحق، ويدعو على الظلمة والظالمين، وعلى رأسهم مجرم الرجم حفتر بأن ينهيه الله وأن يفكنا بأسه وبطشه. والحمد لله استجاب الله دعاء الشيخ وغيره من أهل العلم والصالحين من أهل البلاد والعباد، فكفانا الله شر هذا الباغي. وبقيت كلمات الشيخ نبراسا تضيء الطريق لكل مستمع في الإعلام وفي غيره. الشيخ عبد المنعم كان محبا لأبنائه الطلبة في المدارس وفي حلقات العلم الخاصة، حتى أنه وكأنهم من صلبه كانوا يتعلقون بحديث الشيخ وبمجالسته وبظرافته، فالشيخ كان دائما ابتسامة، كان حنونا على الكل، كان مقداما، كان شجاعا. كل ما أقوله عن صديقي ورفيقي الشيخ عبد المنعم فلن أفيه حقه، ولكن ما تفوق به علينا للأمانة هو ذكاؤه الحاد واهتمامه بخدمة الناس. فالشيخ جزاه الله خير كان مأذونا شرعيا، وكان شيخ محلة أبي الأشهر، وكان إماما وخطيبا، وكان مدرسا في مدرسة أبي راوي، ثم في مدرسة
شكرا لك. الشهداء فبراير إلى غير ذلك، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا عنه خير ويجمعنا به في الجنة، وجزاكم الله خير مرة أخرى أنتم أيضا قناة التناصح على هذا الوفاء. الدكتور رحمة الله على الشيخ عبد المنعم، وأسأل الله أن يبدل الأمة من أمثاله. وشكرا لك الشيخ عبد اللطيف العالم صديق الشيخ عبد المنعم، أيضا شكرا لك، شكرا جزيلا.